أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا بدأت إزالة غابات بمساحة نحو 5000 هكتار تمهيدا للملء الثاني لسد النهضة. يأتي ذلك فيما قال السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس ريكي إنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن السد مع مصر والسودان قريبا بهدف التوصل إلى اتفاق مرض مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي. وأكد السفير الإثيوبي أن أديس أبابا تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية. أعربت الكويت عن تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة. وأكدت الخارجية الكويتية أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. من جهتها أكدت الإمارات حرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي والمفاوضات بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان لتجاوز أي خلافات. فيما شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره المصري على ضرورة عدم ملء السد خارج اتفاق عادل على أساس القانون الدولي. ومن القاهرة تنضم إلينا مراسلتنا آية راضي، وأيضا من أديس أبابا ينضم إلينا مراسلنا جابر منصور. أبدأ معك جابر، على أي أساس يصرح المسؤولون الإثيوبيون بأنهم لا يزالوا مستعدين للوساطة والمفاوضات في حين أنهم بدأوا يهيئون الأرض من أجل الملء الثاني للسد؟ مرحبا. يعني إثيوبيا كانت قد قالت قبلا أنها ستستمر في الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في الموعد المحدد في موسم الخريف القادم، ما تزال تصر على موقفها، لكن في المقابل أيضا قالت أنها ملتزمة بالاتفاق الذي يحدده الاتحاد الأفريقي، وأنها كذلك لن تضر بمصالح دول المصب، تعني بذلك السودان ومصر. وكانت أيضا قد نقلت الكثير من الحديث مع المبعوث الأمريكي في نيتها في أنها مستعدة للتفاوض وللاتفاق الملزم الذي يوصل البلاد الثلاث إلى تنمية مستدامة. بالأمس كان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أشار كذلك إلى أن إثيوبيا ما تزال مستعدة وأنها لن تضر بمصالح البلد، لكن وزارة الطاقة الكهربائية اليوم كانت قد سلمت ربما مشروع لفرص العمل في إقليم بني شنغول الواقع عليه سد النهضة، بأن هناك عمل جاري الآن لتنظيف ما يصل إلى 5000 هكتار من الأراضي، وهي تمثل ربع المساحة التي يملأها السد للعمل فيها. وقالت أن هذا سيوفر أيضا فرص عمل لأكثر من 5000 شاب. المساحة المقترحة للتنظيف هي 20000 هكتار، وهذا ربع المساحة. هذا كله يعني بأن أثيوبيا ما تزال مستمرة في هذا المشروع، وأنها كانت قد قالت قبلا في أن هذا المشروع هو مشروع سيادي لها ويمثل رغبة أجيال قادمة، وأن لديها احتياج كثير في الطاقة والكهرباء. جابر، دعنا نستطلع الموقف المصري مع زميلتنا آية راضي. آية، هل صدر أي رد مصري على هذه التصريحات الإثيوبية؟ لم يصدر أي رد مصري على هذه التصريحات التي خرجت من السفير الإثيوبي بالقاهرة، لكن القاهرة أمس كان هناك تصريح رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال إن القاهرة لن تقبل بالمساس بحقوقها المائية، وأن ذلك يعتبر خطا أحمر، وأن القاهرة لديها ذراع طويلة يمكنها الرد على أي تهديدات قد تمس حقوقها المائية. هذه التصريحات التي خرجت ربما كانت ذات لهجة حادة، وهي لأول مرة القاهرة أن تتحدث بهذه اللهجة. في السنوات الماضية كانت مصر تصر على أن الحوار واستئناف المحادثات والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم. يمكن فهم تصريحات السفير الإثيوبي بالقاهرة اليوم بأنها محاولة لتهدئة الأمور، خاصة بعد هذه التصريحات وبعد إعلان بعض الدول العربية كالأردن والكويت والإمارات
الاتحاد دعمهما لمصر والسودان، وأن من حق مصر والسودان استئناف المحادثات وأن تقبل إثيوبيا بهذه المحادثات للوصول إلى اتفاق قانوني. لكن هناك إشارة من السفير الإثيوبي تحدث فيها عن أن بلاده لم تتلقى أي دعوة رسمية من السودان بخصوص المقترح الذي أعلنته قبل عدة أيام بضرورة تشكيل لجنة رباعية دولية تكون فيها الولايات المتحدة والكونغو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسيطا في هذه المحادثات التي من المفترض أن تكون بين هذه الدول. لكن السفير الإثيوبي تحدث عن أن بلاده سمعت عن هذا المقترح من وسائل الإعلام وأن إثيوبيا ستستأنف المحادثات خلال الأيام المقبلة. لكن موقف القاهرة واضح بخصوص هذه المسألة بأن القاهرة تدعم أي سبل للمحادثات والمفاوضات لفض هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك مراسلتنا آية راضي، كنت معنا من القاهرة، كما أشكر أيضا مراسلنا جابر منصور الذي كان معنا من أديس أبابا.